مهرجان السينما الأمريكي الذي تحتضنه سنويا مدينة دوفيل الفرنسية انطلق في نسخته الأربعين مساء الجمعة بعرض آخر الأعمال السينمائية للمخرج وودي ألان وبتكريم الممثلة جيسيكا تشاستين، ويتنفس فيه 14 فيلما طويلا. صور تذكارية بالمناسبة التقطت لرجال ونساء السينما المشاركين في هذه التظاهرة الفنية التي أسندت رئاسة التحكيم فيها للمخرج كوستا جابرس الذي يساعده في مهمته نظيره الفرنسي كلود لولوش وأيضا فينسون ليندون. جيسيكا تشاستين سعدت باختيارها ضيفة الشرف. حتى أصدقكم القول تفاجأت كثيرا عندما قرروا تشريفي، لأنني تساءلت وما زلت أتساءل لماذا اختاروني أنا. سعدت كثيرا لهذا الاختيار، أنا أعشق هذا المهرجان الذي وفر لي دائما كل التشجيع والدعم. إنني أعيش تحقق حلم وهو وجودي في فرنسا لنتحدث عن الأفلام السينمائية. جيسيكا تشاستين اشتهرت بفيلم شجرة الحياة للمخرج تيرنس ماليك الذي نال السعفة الذهبية في مهرجان كان. اعتاد الأمريكيون القيام بالإنزال على شواطئ نورماندي لكن بشكل سلمي خلال الأربعين عاما الأخيرة، محملين بأجمل ما في السينما الأمريكية. خلال أسبوع يتدفق النجوم على المهرجان وستتوالى التكريمات في ظل التنافس بين الأعمال الأكثر رقيا التي ستعرض لأول مرة الواحد تلو الآخر، يقول مبعوث يورو نيوز إلى دوفيل.